لكل المشاهدين اللي عم بيتابعونا، اهلا وسهلا فيكم دائما عبر قناه المراه العربيه بحلقه اليوم خاصه بعالم الصحه والجمال. رح نعرفكم اليوم عن مركز CLIS، المركز للمعالجه بواسطه الاشعه الليزر، لصاحبه دكتور عباس شمس الدين. اهلا وسهلا فيك دكتور. ببدايه حلقتنا مشاهدينا خلينا نعرفكم اكثر عن دكتور عباس. حضرتك تم اختيارك مرتين دكتور عباس شمس الدين بالولايات المتحدة كأفضل طبيب جراحة، أكيد تم اختيارك أول مرة سنة 2003 وسنة 2007 كمان. حضرتك تخرجت من الجامعة الأمريكية ببيروت وكنت تمارس عملك كطبيب بمستشفى أمري بأتلانتا، وكمان كنت حضرتك أستاذ بكلية الطب التابعة للمستشفى، والأهم أنك حائز على ثلاث شهادات بورد من الولايات المتحدة، وهلأ رجعت على بيروت وفتحت مركز CLIS. عرفنا أكثر عن هالمركز وشو بتعالجه في كأمراض يعني مختصة بهالمركز. CLIS يعني The Center for Laser and Interventional Surgery، أو بالعربي مركز الليزر والأشعة الجراحية أو الأشعة التداخلية أو الجراحة التداخلية كمان، في إلى كذا ترجمة. وهو بالفعل مثل ما تفضلتي أنه منعالج فيه عدة أمراض بطريق الليزر أو بطريقة الجراحة القليلة أو الجراحة اللي ما بتحتاج لشق وتقطيب وعمليات كبيرة. بالعصرنا هلأ الطب تقدم لدرجة أنه في كتير من الأمراض اللي كان قبل يحتاج لجراحات كبيرة وشق البطن والأعضاء وحتى إزالة الأعضاء من مكانها، بنقدر هلأ نغير يعني نتخلى عنها ونستعمل طرق متطورة أكثر بتوفر على المريض هالجراحات الكبيرة، القعدة بالمستشفى الطويلة وفترة نقاهة طويلة. لأعطيكي مثلا عمليات القلب المفتوح كانت اللي هي بعدها في بعض الأحيان بتستعمل الشق وتوقيف القلب وحط المريض وضع المريض على مكنة القلب المفتوح بنسميها باي باس. كتير من الأوقات صار هلأ أطباء القلب عم بيحطوا رصور أو بيعملوا بالون وبتستغني عن العملية. نفس الشيء نحن يعني مقارنة في كثير من العمليات اللي كانت بالزمان تنعمل عن طريق الشق بنعملها عن طريق الليزر أو عن طريق التميل اللي بيستعمل هو ذاته بتميل القلب، لكن منميل أعضاء تانية غير القلب وبنعمل فيها عمليات. فإذا دكتور عباس خبرنا أكثر عن هالأشعة الجراحية،